السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. إن شاء الله في السلسلة اللي هتبقى خاصة بشروحات البرامج سواء الخاصة بالبي سي أو بالموبايل هتبقى إن شاء الله حلقات بسيطة مدتها صغيرة، علشان كده إحنا حبينا إن إحنا ننفذها على البي سي على طول من غير ما نعمل فيها مقدمات طويلة، وإن شاء الله هنبتدي سلسلتنا ببرنامج بسيط جداً، برنامج اسمه اكس ماوس بوتوم. هو برنامج خاص بالتحكم في أزرار الماوس بحيث انك انت تقدر تحدد لكل زر موجود في الماوس وظيفة مختلفة، وده طبعا بيفيد جدا في الماوسات اللي هي سعرها رخيص لان ما بيبقاش ليها برامج مدعومة تقدر تتحكم او تغير في وظائف الزراير بتاعتها. وعشان نحقق اقصى استفادة من الماوسات اللي احنا بنشتريها ديت حتى لو كان سعرها رخيص، البرنامج ده بيقدم لنا الميزة دي اننا نقدر نبرمج الازرار بتاعتها ونخصصها للقيام باي وظيفة كانت في الكمبيوتر، وكمان نقدر نعمل بروفايل لكل برنامج بحيث نقدر نخصص ازرار معينة تقوم فيه بوظائف محددة احنا عايزينها من غير ما تأثر على اداء الماوس او خصائص الزراير ديت بتاعت الماوس في بقية البرامج المختلفة. هنبتدي طبعا باننا هسيب لكم طبعا لينكات تحميل البرنامج ديت في صندوق الوصف ان شاء الله، وهسيب لكم ليها موقعين، الموقع الرئيسي بتاعه اللي هو اللي مفتوح قدامنا دلوقتي، وفي موقع تاني برضو خاص بتحميلات البرامج اسمه up to down، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تقدروا تحمله من اي موقع من الاثنين، وطبعا بيبقى باين قدامنا ان دي احدث نسخة زي ما موجود هنا في الموقع بتاع up to down او الموقع الرئيسي بتاع البرنامج نفسه. في latest version بنحملها طبعا من هنا ونسطبها عادي جدا زي ما بنسطب اي برنامج، ما فيهاش اي مشكلة. بعد كده هنتوجه للبرنامج، بيبقى طبعا موجود معانا سواء هنجيبه من قائمة ستارت او من السيستم تراي، هنا الايقونة بتاعته بنفتحها قدامنا. ده شكل الواجهة الرئيسية بتاعت البرنامج، الجزء اللي على الشمال دوت الابليكيشن دوت اللي بيسمح لك انك انت تخصص بروفايل لكل برنامج، وزي ما واضح قدامكم طبعا هنا الجزء المخصص بتخصيص الازرار بتاعت الماوس، هنا ده الكليك الشمال الكليك اليمين سكرول اب، وهنا السكرول داون، ودوت الازرار الجانبيه اللي في الماوس اللي هي الزياده. فاحنا مثلا لو حبينا انك تخصص الماوس في المجمل وهو انت معلم على الديفولت، بتخصص الازرار اللي هي هنا ديت على حسب انت محتاج الماوس بتاعك يعمل ايه، ولكن انت الحاجه اللي انت بتخصصها من الديفولت هنا بتتطبق على اي حاجه انت بتعملها داخل الويندوز او داخل اي برنامج. فانا افضل ان انت تعمل بروفايل للحاجه اللي انت بتستخدمها كتير، زي مثلا انت بتستخدم الوورد مثلا بصفه مستمره، بتعمل فيه كتير كوبي وبيست مثلا لكلمات او لاسطر معينه مثلا بتنقلها من مكان للتاني، فانت ممكن هنا تخصص بروفايل للوورد عن طريق انك بتدوس على الاد. هنا بيفتح لك ليست بالابليكيشن اللي انت ممكن تخصص ليها، طبعا لو انت مش لاقي الابليكيشن قدامك بتعمل له اد من هنا، بتخش على البروجرام فايل وتختاره عادي جدا مفيش مشكله. هنا الوورد ظاهر قدامنا بنعمل له اوكي، وبنبتدي مثلا نخصص، احنا عايزين نخصص الازرار الجانبيه زرار فيهم للكوبي مثلا وزرار فيهم للبيست، فهنيجي على الزر اللي هو رقم 4 مثلا وبنختار سيميليتور كي، ومن هنا انت بتقدر تختار الفانكشن اللي انت عايز تخليها تحصل لما تدوس على الزر ده، او الوظيفة اللي انت هتعملها، او الزر اللي في الكيبورد اللي انت محتاج تخليه يتأكتف لما تدوس على زر الماوس. في حالتنا احنا طبعا بنختار وظيفة وهي الكوبي والبيست، فهندور عليها هنا، بننزل سكرول داون كده لحد لما نلاقي ادي هنا القط والكوبي والبيست، وفي الويب سيرش تكست كمان لو انت بتعلم كليك يمين على كلمة معينة وعايز تعمل لها ويب سيرش بتختارها لو انت محتاج، بس احنا هنختار ايه الكوبي، وهنختار في الزر رقم 5 البيست البيست، وهتعمل ابلاي كده. لو عملنا ادي لما بندوس بيدينا كوبي اهو، لو دوسنا على الزر 5 يدينا بيست. ده يعتبر من اسهل الامثلة لتخصيص المفاتيح بتاعت الماوس. في مثلا عندنا مثال تاني لو انت حابب تستخدمها في الميديا، فهنختار مثلا البرنامج الميديا اللي انا مسطبه عندي هنا هو ال VLC، وهنفتح له بروفايل تاني كده
ده فيديو موجود معانا اهو. احنا حابين ان احنا بدل ما نستخدم الماوس فاننا مثلا لما ندوس مسطره يعمل بلاي، ندوس مسطره يعمل بوز، الفورورد والباكورد برضو بنجري لقدام ونرجع بالاسهم يمين وشمال. احنا عايزين نعملها بالماوس بحيث لو معاك ماوس وايرلس وانت قاعد مثلا بعيد عن الكمبيوتر او موصل الكمبيوتر بالتلفزيون وتتفرج على حاجه، ما تقومش عند الكيبورد وترجع وتستخدم الماوس على طول كريموت مثلا معاك او حاجه. فبنيجي هنا برضو نحدد له برضو الازرار الجانبيه اللي احنا عايزين نخليها تقوم بخصائص معينه، الاربعه والخمسه. هنخلي مثلا الاربعه لان هو الزرار اللي تحت في الماوس، نخليه يرجع يعمل باكورد او يرجع بالفيديو للخلف. هنفتح الليست من هنا وهنختار هنا بقى نختار السيميليتر كي، وهنختار من هنا الدايركشن كي، هنختار الليفت عشان طبعا قلنا الزر ده هنخليه يرجع بالفيديو للخلف، هنختار الليفت هنا. وهنيجي على البوتوم 5 برضو هنعمل سيميليتر، وهندوس هنا على القائمة المسدلة، وهنختار الرايت، وهنعمل حاجة زيادة بقى، نخلي السكرول بس لما تدوس عليها، لما تدوس على البكرة انها تعمل بلاي او بوز. دي هندوس عليها هنا بقى، هننزل تحت شوية اسهل هنا شوية انك انت هتختارها من الميديا، هتختارها بلاي وبوز، تعمل ابلاي. هنيجي على الفيديو كده كده، لما بندوس على البكرة كليكاية بتعمل لنا بلاي او بوز. الازرار اللي هي الجانبية بقت تعمل باكورد وفورورد للفيديو، فبتسهل طبعا التحكم بدرجة كبيرة، بتسهل التحكم بدرجة كبيرة طبعا في حاجة زي كده. المرحلة الثالثة بقى اللي هي المتقدمة، لو انت حابب تعمل حاجة يعني احترافية اكتر من كده، او حاجة تفيدك في شغلك مثلا زي برنامج الادوبي بريمير، فتحنا مثلا مشروع من المشاريع اللي احنا كنا عاملينها في الحلقات اللي فاتت، خصصت هنا الزر رقم 4 للسي، عملته السي اللي هي عندي ريزور تول، والفايف الماوس بوتوم رقم 5 او الزر رقم 5 اللي هو بيبقى جانبي من فوق للفي للسيلكت، بحيث انا لو دوست على الزر اللي تحت يديني الريزور تول، دوست على الفي يديني السيلكت. طيب بالنسبه لان مثلا ديليت، لما باجي اعمل ديليت كده بيلغيها بس بيسيب لي مكانها لسه موجود، فطبعا احنا بستخدم على طول الشيفت والليت، فهنا زورين مع بعض اعمل لهم اختصار ازاي. جيت برضو على البرنامج واخترت اللي انا ادوس على الميدل بوتوم اللي انت بتدوس على البكره ان انا اعمله شيفت وديليت. بيتعمل ازاي بقى؟ انك بتيجي تختار السيميليتور زي ما قلنا في اول الشرح، بتختار السيميليتور كي، وبعد كده بتحدد من هنا الازرار اللي انت عايز تعملها، بتختار من موديفاير كي الشيفت وترجع تفتحها مره تانية وتختار الديليت من الستاندر كي. كده انت خصصت كبستين او دوستين لزرار واحد بس في الماوس عشان يعملهم، بدل ما تعمل شيفت وديليت من الكيبورد، لا ان هو يعملهم من الماوس مباشر. بدوس على الزر فوق بيجيب لي السيلكت، بدوس على البكره بيعمل لي شيفت وديليت بكل سهوله زي ما احنا شايفين. وهي دي كانت اهم استخدامات البرنامج دوت، اللي طبعا بيعوضنا عن اننا نشتري ماوس غالي علشان نقدر نخصص الازرار بتاعته او نعمل ماكرو لاختصارات معينه. لا، البرنامج بيتيح لنا الموضوع ده بكل سهوله، وبتقدر من خلاله انك تعمل اكتر من وظيفه للازرار بتاعه الماوس على حسب كل برنامج انت محتاج تخصص له ايه، بتقدر تخصصه له بكل سهوله. وفي النهايه اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم شرح مبسط للبرنامج، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الحلقه، وما تنسوش طبعا تدعموني بلايك وشير لو الحلقه عجبتكم علشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين. كان معاكم خالد سامي، اشوفكم حلقات جديده لينا ان شاء الله على القناه. مع السلامه.